ومن الفوائد بيان فضل الله عز وجل، فهو المنعم أولا والمتفضل آخرا. أكرم إبراهيم بهذه الصفات وامتحنه وابتلاه كما مر معنا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإبراهيم الذي وفى، سبحان الله، أكرمه بأن ابتلاه فأعانه ووفقه فقام بما أوجبه الله عز وجل عليه، ومع هذا كله هو جل وعلا أكرمه، أكرمه، فله المنة جل وعلا. يعني إن وفقت إلى طاعة أو إلى خير أو إلى تعلم علم أو ما شابه ذلك، فالذي أعانك هو الله. لو وكلك إلى نفسك وكلت إلى خسارة وإلى ضعف وإلى كسل. لكن أي إنسان يعطى نعمة في الدين، نعمة علم، نعمة عبادة، مما يتعلق بالدين، فليعلم، طبعا الدنيا معروف هي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، لكن من أعطاه الله عز وجل خيرا في دينه فليعلم بأن المتفضل هو الله. ثم أيضا فضل على فضل يكرمه عز وجل. ولذا هنا أكرم إبراهيم بتلك الفضائل، ثم ما الذي بعدها؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا. انظر، سبحان الله، اصطفيناه في الدنيا. الاصطفاء هو الاختيار، يعني ما هو بحولك ولا بقوتك. يعني لما يصطفي الله عز وجل شخصا فيكرمه بطاعة أو بعلم أو ما شابه ذلك، والناس حوله هلكة أو جهال أو ضائعون، هذا فضل من الله عز وجل. كيف اختارك دون غيرك فوفقك وأعانك؟ انظر إبراهيم عليه السلام كيف اصطفاه الله عز وجل فجعله نبيا. ثم سبحان الله، يعني أكد هذا بثلاثة مؤكدات، بالقسم وباللام وبقد. ولقد موطئة للقسم، يعني والله لقد اصطفيناه. سبحان الله، التأكيد، وهذا إن دل يدل على عظيم فضل الله عز وجل على إبراهيم.